السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. معانا النهاردة في مطبخ ريمي حاجة جديدة ومتميزة، مش أنا اللي هعمل النهاردة يا حبايبي، اللي هتعمل النهاردة ست الكل. ماما هتعمل لكم الفطير بطريقة سهلة جدا لكل البنوتات، وطريقة فرد الفطير بطريقة جديدة خالص وحصري على مطبخ ريمي. معانا تيتا هتعمل لنا النهاردة الفطير. المقادير يا تيتا؟ كيلو ونص دقيق، ملح، معلقتين زيت، مية للعجن. تمام، ماشي يا تيتا. نسمو بسم بسم الله. الله الرحمن الرحيم. نحط الملح، معلقة يا تيتا، ملح، معلقة كبيرة ملح. نحط الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقتين كبار دول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مية للعجن، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض عجينة الفطير يا تيتا تبقى طرية ولا جامدة؟ لا تبقى ناشفة عشان المكنة، يعني تبقى ايه يعني تعرفي تشكليها، عشان انا بنفردها بالمكنة. تمام، هنعجن العجينة. تعجنيها لما تبقى ايه في ايديكي تقدري تشكليها. طبعا كل دقيقة يا حبايبي على قد ما في دقيقة بيشرب المية ودقيقة ما بيشربش مية. ايه؟ طبعا لازم تلتي العجين حلو عشان يبقى ناجح معاكي. ايوه، العجينه في بتاعت عيب. الفطير لازم تتعجن كويس يا حبايبي، زي تيتا ما بتقول لازم العجينه تتعجن كويس قوي، اهم حاجه في سر نجاح العجينه. اللتة بتاعتها دي، العجينة بتاعتها خالص، لحد ما تسيب ايديكي وتسيب المعجون. سمعتم يا حبايبي، لازم تعجنه كويس وتلته كويس. احنا بقى ايه، هنوقف لغاية ما لتوا العجينة كويس اوي، ونرجع نوريكم شكل العجينة النهائي عامل ازاي. بصوا يا حبايبي، دي العجينة بعد ما اتعجنت ولمت خالص. ورينا كده العجينة يا تيتا، شوفوا ما بتشبطش خالص خالص اهي. بصوا عجينة ملمسها ماسكة نفسها، ما بتشبطش في الايد خالص كده، وفي نفس الوقت طرية حلوة. هنبتدي دلوقتي نقرصها، هنقرصها. بصوا دي بقى تقريصه صغيره خالص، شوفوا قد الليمونه، تقريصه كده ليمونه صغيره اهي. وانتوا هتعرفوا دلوقتي احنا ليه بنعملوها صغيره كده، ما تقلقوش كله هتشوفوه دلوقتي. هنقعد بقى نشكل العجينه اللي معانا دي كلها تقريصه صغيره خالص كده قد الليمونه. وهنسيبوا العجينه تريح قد ايه يا تيتا؟ نص ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة. نسيبوا العجينة تريح ربع ساعة، مهم قوي تريح العجينة عشان تفرد معاكي وتورق وتبقى حلوة. فاحنا هنسيبوها تورق ترتاح نص ساعة، ونرجع بعد نص ساعة نشوفوا هنشكلوها ازاي مع بعض. شايفين هنقرصها كلها بالشكل ده. تمام، يلا هنرجع ان شاء الله نشوفوها بعد ما تريح. بصوا يا حبايبي، احنا دلوقتي ريحنا العجينة نص ساعة وهنبتدي نفردها. هنقوله بقى السر بتاع فردتها النهارده وطريقه الفرد الجديده للفطير، هي ايه؟ مكنه المكرونه او مكنه المخروطه. دي المكنه بتاعه فرد المكرونه اللي بنعمل بيها عجينه المكرونه، وان شاء الله نعمل لكم فيديو عن عجينه المكرونه في مره. فديت المكنه هنفرد بيها الفطير، وهتشوفوا الفطير قد ايه بيطلع مورق وجميل جدا جدا. ومعانا هنا سمنه بلدي سايحه، ومعانا قشطه، وهنبتدي. يلا يا تيتا نسمو الله ونشوفوا هنعمله ايه. معانا ايه؟ احنا مقرصين العجينه قد الليمونه، وقلنا هنعرفوا السر ايه. السر ان احنا هنمشوها في مكنه المكرونه عشان تورق. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي نبططها. شايفين عجينه مرتاحه، وبنحط لها دقيق عشان تتفرد معانا.
دي طريقة جديدة يا حبايبي هتتعمل بيها الفطير وهيطلع مورق وجميل جدا وسهل قوي. ودي طريقة بقى للناس اللي ما بتعرفش ايه بتعمل الفطير بالطريقة التقليدية، دي طريقة غير تقليدية. بسم الله الرحمن الرحيم، بننزل العجين في المكنة المخروطة كده. قربي ايدك يا تيتا عشان نشوفه. ايوه، ونبتدي ايه نفردها بايدينا كده. شوفوا العجينة اهي ومريحة، حطوها على الترابيزة. ادي العجين. ما هنعمل بقى الفطيرة. الفطيرة تاخد لها كام داية كام عجينة يا تيتا؟ على حسب، عايزة ممكن 12 ممكن 10 ممكن زي ما انت عايزة، يعني على حسب تورية العجينة. عايزة تحط لها 12 داينة من الكرة الصغيرة دي، عايزة ورقها اكتر زودي، عايزة ورقها اقل قللي. ده راجع لك انت في تورية العجينة. تلاقيها من جوه ورق ياما كده، وكل شوية نبططوا واحدة ننزلوها في مكاننا ونفردها بايدينا شوية اهيت. تمام، شوفوا. هنبتدي بقى يا تيتا نحط السمنة. السمنة بسم الله الرحمن الرحيم. ده فطير بقى مشلتت يا حبايبي بقى، يعني ايه سمنة بقى معروف. معلش ملناش دعوة بالدايت النهاردة. ونحطه فوق الرقة التانية. ونرش سمنة تاني، ما بين كل ورقة ورقة هنرش سمنة، ما بين كل رقة ورقة سمنة. عجينة ايه خفيفة قوي مش مستحملة، يعني جميلة خالص وبتبقى مورقة جدا جدا جدا. هنبطط دي الرقة التالتة. وزي ما قلنا اللي انتوا عايزينه، يعني عايزين تعملوا تاخد 12 ورقه وتبقى مرقه من جوه ورقها طري ومقرمشه من بره وتبقى جميله قوي. شايفين المكنه بتطلعها ايه؟ بصي رقيقه قوي. وبنفردها بايدينا شويه كمان، نمطها بايدينا حبه كمان ايه ونرصص الفطير كده. عملنا دي عكس كده عشان في الاخر لازم تدينا منظر الفطيره النهائي الدايره، الفطيره مدوره. وبنحط تاني سمنه اهوت، شايفين جميله جدا جدا جدا. وهنكمل بقى كده ايه 12 دايره. واول ما نخلص ال 12 دايره بنفس الطريقه كده نرجع نشوف هنقفلوا الفطيره ازاي. خليكم معايا. بصوا يا حبايبي، احنا كده فردنا 12 دايره من العجين، وما بين كل راقه وراقه حطينا السمنه، ودلوقتي حطينا معلقه قشطه كمان في قلب العجينه عشان تبقى كمان طريه كده وجميله من جوه. تمام، شايفين كده. وهنبتدي نقفل العجينه بقى. بصوا حطينا بقى واحده يمين واحده شمال باتجاهات مختلفه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي نقفل كده ونحط برده سمنه الفطير، يعني سمنه. تمام، شوفوا وقشطة كمان. ونلموا بقى العجينة. شوفوا يا حبايبي، بسم الله. ايوه دي رقات بقى 12 رقة فردناهم مع بعض في مكنة المكرونة. لو شفتوا بتطلع المورقة قوي، ولسه كمان لما نلموهم ونبططوهم مع بعض هتشوف المنظر النهائي تحفة. ونبتدي نلم من كل الجناب كده العجينة على بعض. تمام، وكل ما تلمي حطي سمنة عشان تورق. السمنة هي سبب التوريقة بتاعتها. بصوا ما شاء الله. ألم بقى العجينة كده، لمه. بصوا جميلة.
نبتدي نلموها على شكل كورة. بصوا ما شاء الله، ونحط لها بقى بصوا قشطة بقى، بصوا سمنة وقشطة، فطير ما اقولكمش هيطلع عامل ازاي. نجيب الصينية بتاعتنا دهنينها مادة دهنية زيت بقى وسمنة، تمام، ونحط الفطيرة بتاعتنا. سيبها ترتاح شوية، نسيبوها قد ايه؟ تسيبيها ترتاح 10 دقايق. هنسيبوها كده ترتاح 10 دقايق وبعدين نفردها بقى بحبل الصينية. تمام؟ احنا هنسيبوها بقى ترتاح وهنعمله بقيه العجين كله بنفس الطريقه ديت. هنفرده 12 رقه، وما بين كل رقه ورقه نحط سمنه وقشطه زي ما انتم شايفين في الاخر، ونلموا العجينه على اساس ان هي شكل كوره، ونسيبوها كده تريح نص ساعه او 10 دقايق، وهنرجع لكم ان شاء الله بعد ما نعمله كل الفطير بتاعنا ونسيبوه يرتاح. بصوا يا حبايبي، احنا سيبنا الفطيره ريحت نص ساعه اهي، هنفردها. يلا يا تيتا افرديها. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما تريح تلاقيها بتفرد معاكي بسهوله خالص. الفرده دي كمان بتورقها من جوه اكتر، لان ما بينها طبقات السمنه، هتلاقيها من جوه ايه بت 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 بتورق اكتر في التبطيطه ديت. مهم قوي، ومهم قوي تريحيها. هنتنوا نفرد فيها كده لغايه ما تيجي تعمل دايره حلوه كده من الفطيره، وارجع لكم اول ما نخلصه فردها سوا ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، احنا كده بططناها، ما رققناهاش اكتر من كده عشان ما تطلعش ما تنشفش، وعشان يبقى فيها ورق كتير، ولو حطيتي لها ورق اكتر تكبر معاكي اكتر، كل ما زودت عدد الورق من جوه تكبر اكتر. وكده هنسيبها تريح بقى قبل ما ندخلها الفرن نص ساعه، ونرجع نحطها في الفرن ونشوف هنسوي الفطير بتاعنا ازاي. ودي يا حبايبي كان الفطير بعد ما طلع من الفرن، شوفوا جماله، شوفوا شكله عامل ازاي، تحفه، ريحته ما اقولكمش فظيع بجد. لا لازم نفتحوا واحدة مع بعض نشوفوا شكلها من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا هش قوي، هش جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا العسل الاسمر والعسل النحل، استنوا بس كده الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا بصوا ما شاء الله، بصوا الورق، الورق ده بتاعك انت بقى، حطي كور زي ما انا قلت لك. بصوا الورق، شوفوا الورق مورق ازاي، شوفوا مورق جدا جدا، شوفوا تحفة بجد يا حبايبي، جميل جدا جدا. بجد تسلم ايدك يا ست الكل، جميل. والفطير طالع ريحته فظيعة بجد، مش قادرة. استنوا ادوق يا حبايبي، استنوا استنوا بقى، لازم نقيمه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. كده عسل اسمر كمان بقى، بسم الله، ثواني بقى كده. تحفة بجد، تحفة، تسلم ايدك يا ماما، جميل جميل. واتمنى يا حبايبي لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وعايزة اشوف رأيكم في الفطير وتعليقاتكم في التعليقات. اشوفكم على خير، الى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.